الاستئناف بوقف نفاذ الحكم في القضية المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 دينار ومنعه من السفر وتأجيل النظر في القضية إلى 13 من الشهر المقبل. وقد نفى البراك التهم المنسوبة إليه بينما تمسك الدفاع باستدعاء شهود النفي ومن بينهم ضابط أمن الدولة ورئيس الوزراء وآخرون، كما طلب الدفاع أيضا تأجيل القضية للاطلاع مع وقف تنفيذ الحكم. بهذا المشهد استقبل النائب السابق مسلم البراك عقب قرار محكمة الاستئناف بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 5000 دينار مع منعه من السفر، ما يعني إيقاف نفاذ حكم محكمة الجنايات أول درجة الذي قضى بحبس البراك 5 سنوات في قضية اتهم فيها بالعيب بالذات الأميرية خلال كلمته التي ألقاها في ندوة كفى عبثا. والله العظيم مهما كانت الكلمات فإنها تعجز أن أعبر عن هذه الإرادة وعن هذه المحبة اللي أنا أعلم تماما أنها ما هي موجهة لمسلم البراك، إنما موجهة لكل الشرفاء من أبناء الأمة، لنواب الأمة، وللحراك الشعبي، وللقوة الشبابية، وكل الأطراف المحبة للكويت. اليوم كأني أرى أن الله سيحقق لنا ما نريد بإذن الله بحماية الدستور. البراك لم ينكر ما قاله في الندوة مطالبا في الوقت نفسه بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة ليوضح موقفه بشكل متكامل، فيما استندت هيئة الدفاع عن البراك في مرافعتها على بطلان حكم أول درجة بسبب عدم توفير المحكمة لمحام بعد انسحاب هيئة الدفاع أمام محكمة الجنايات لعدم استجابتها لطلبها باستدعاء الشهود حسب تعبيرها. قضية من أسباب اتخاذ المحكمة قرار اليوم أنها قضية كبيرة وملفها كبير وفيها الكثير من الإجراءات والدفوع والدفاع، ونتمنى أن تأخذ وقتها لكي تصل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة إلى يقين ووجدان عدالة المحكمة. نحن لن نتكلم في تفاصيل القضية طالما هي منظورة أمام القضاء، لكن منذ بدايتها وقبلها كنا نراهن ونثق ثقة كبيرة جدا بالقضاء الكويتي الشامخ. نواب سابقون من كتلة المعارضة رحبوا بقرار إخلاء سبيل البراك معتبرين الدعم الشعبي الكبير للبراك انتصارا للقضايا والإصلاحات التي تطالب بها المعارضة. أبارك الأخ مسلم البراك هذا الإفراج، وأبارك أيضا لجميع أهله ومحبيه، وإن شاء الله أن تكون البراءة التامة في الحكم النهائي. أنا أقول فيه أمر يجب أن ينظر فيه، هذا التفاعل، هذا التعاطف مع الأخ مسلم البراك، وإن كان تعاطف مع شخص لكن قبله هو تعاطف مع بلد وتعاطف مع مبدأ. نحن مستمرين في خطنا إن شاء الله، ونتمنى للأخ أبو حمود أن في الحكم النهائي في الاستئناف أن يطلع براءة. الشعب الكويتي فرحان جدا في 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 هذا الحكم، عدم سجن أو وقف نفاذ سجن مسلم البراك. كما أكد نواب سابقون أن الشعب لن يتخلى عمن دافع عن حقوقه ومكتسباته، مشيرين إلى أن الحراك يهدف للمصلحة العامة للمصالح الشخصية. هذا الشعب الكويتي المعدن الأصيل اللي لا يمكن نترك مسلم البراك وهو قد دافع عن الحريات، وهو قد دافع عن المال العام، عن الوحدة الوطنية، عن المؤسسات، ونحن بإذن الله مستمرين بالدفاع عن الشعب الكويتي وأمواله وحقوقه ودستوره. وأود أن أؤكد أن هالقضية تجيء في سياق مجموعة قضايا للحراك الوطني الشبابي، والمراد منها المصلحة العامة، ما كان في مصالح خاصة أو أي أجندة أخرى إلا مصلحة الكويت والولاء الكامل لله عز وجل ثم للكويت ثم لسمو الأمير. مسلم البراك ليس شخص وإنما قضية بلد وقضية شعب يحملها في قلبه ولن يتراجع، وكما عهدنا أبو حمود هو دائما الرأس، والرأس دائما يكون مقداما ومعه إخوانه يعينونه. إجراءات استثنائية غير مسبوقة تمت في قصر العدل بسبب محاكمة البراك، منها نشر القوات الخاصة، إضافة إلى منع وسائل إعلام محلية ودولية ومنها قناة اليوم من الدخول إلى قاعة المحاكمة، والسماح فقط لوسيلتين إعلاميتين بالدخول،
إضافة إلى إعلان نقابة المحامين دعوتها للإضراب عن حضور الجلسات الأربعاء المقبل احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي عطلت مصالح المراجعين. تأجيل قضية البراك إلى 13 من الشهر المقبل يعطي هيئة الدفاع فسحة من الوقت لترتيب أوراقها. قرار محكمة الاستئناف الإفراج عن النائب السابق مسلم البراك لاقى ارتياحا من محبي ومؤيدي البراك الذي أكد استمرار الحراك السياسي. من أمام قصر العدل، فهد الزامل، قناة اليوم.